انتقل للحديث عن الثمرة الآن. الثمرة طبعا شفنا أنه المخروط المؤنث عدة أزهار، قلنا ليش؟ لأنه كل حرشة فيه إلها قنابي، فوقت بدأت تشكل كل وحدة من هذول الحراشف بتشكل بذور، راح يتشكل المخروط كله شو؟ من ثمار. تتكون الثمرة من حرشفي، والحرشفي هي عبارة عن خباء مفتوح متخشب. هذا الخباء اللي كان شو فيه البذيرتين العاريتين، الآن صار اسم بذرتين مجنحتين. إذن تحمل هذه الحرشفة أو الخباء المفتوح بذرتان مجنحتان عاريتان، مفتوح هيك صفيحة مفتوحة ومبين فيها البذور. لو جيت أنا مسكت المخروط المؤنث يكون متفتح طبعاً، الحراشف مفتحة، وطلع هيك شوف الأشو البذور بينات، ولو مسكته هيك حركته هيك شوي بتهر منه البذور. من ثم يمثل المخروط المؤنث الناضج المتفتح مجموعة من الثمار. إذا كل واحدة من هدول، كل خباء يمثل، كان يمثل زهرة صار أشو ثمرة، فالمخروط كامل بدل ما كان كنا نسميه عدة أزهار صار اسمه عدة ثمار. تتباعد طبعا حراشف المخروط مما يفسح المجال للبذور المجنحة أن تنطلق في الهواء. المجنحة الجناحات على حركة الهواء بيسحب معه البذور، وما راحت البذور ممكن تسقط على التربة. بسقوط على التربة سوف تنتج لتعطي نبات جديد. راح نحكي عن مرحلة الإنتاج بعد شوي. لاحظ ثمرة الصنوبر مكونة من خباء مفتوح اللي هو يسميناه الحرشفي، ويحمل بذرتان، هاي بذرة وهذا الجناح اللي هذا نتج عن اللحافي مو هيك، وهي البذرة الثانية وهذا الجناح، لاحظ هنا بذرة وهذا الجناح، تتفتح قلنا الحراشف، هاي الأجنحة تسحب البذرة معها مع الهواء لأن تستقر في مكان ما في التربة. بقى عندنا أخيرا إنتاج البذور. قلنا ضمن البذرة كان في غلاف متخشب داخله الأندوسبرم عبارة عن مواد أشو مغذية، وداخل الأندوسبرم أشو فيه الرشيم. الآن الرشيم بيبدأ بالنمو، كيف بده ينمو؟ يحتاج إلى غذاء وطاقة، بيبدأ يستهلك المواد الغذائية الموجودة ضمن الأندوسبرم اللي خزنها. الآن سوف ينمو الرشيم مستهلكا هذه المواد، إذن يستهلك المدخرات الغذائية الموجودة في الأندوسبرم، وبالتالي كان في عندنا جزير وسويقة وعجوز وفلقات. الجزير وقت اللي بينمو بيصير اسمه الجذر، السويقة تتطاول تكبر السويقة لتطالع البذرة وين؟ فوق التربة، فهي بدها تكون شو؟ تحت التربة، منطمرة بالتربة. بيبدأ شو؟ تطالع الفلقات لفوق، تتطاول طاول السويقة معطية ما يسمى المحور تحت الفلقات. هذا المحور كل ما زاد طوله أشو بيسوي للفلقات؟ بيطالع من فوق التربة، أخرج الفلقات فوق التربة. لذلك سميت هون أشو الإنتاج هوائي. الإنتاج هوائي لأنه الفلقات وين بتكون؟ فوق التربة. أما الفلقات لو أنها ضالة تحت التربة، في بعض الأنواع راح شوفها بالنباتات المغلفات بذور، في بعضها بتضل الفلقات تحت التربة، هذا اسمه إنتاج أرضي. هون هذا الإنتاج اسمه إنتاج هوائي، لأنه هون المحور تحت الفلقات راح يدفع الفلقات باتجاه الأعلى فوق الأرض. أما العجوز أو البريعم هذا ينمو معطيا المحور فوق الفلقات، والمحور فوق الفلقات هو شو؟ الفروع، فروع النبات، والفروع طبعا تحمل الأوراق. إذن هنا أشاهد أن الفلقات خرجت خارج التربة، لها السبب سميت أشو الإنتاج فوق أرضي أو إنتاج هوائي. إذن ينمو الرشيم مستهلكا
مستهلكان شو المواد الغذائية الموجودة في الأندوسبيرم، يعطي الجذير الجذر، أما السويقة فتعطي المحور تحت الفلقات بتطاولها لتدفع الفلقات خارج سطح الأرض، أما العجز أو البريعم ينمو معطيا المحور فوق الفلقات الذي يحمل الأوراق. لاحظنا هون إنتاج بذرة الصنوبر يكون هوائيا فوق أرضي. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ لأن السويقة تتطاول فوق التربة معطية المحور تحت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق الأرض. إذن لأن سويقة تطاول فوق التربة معطية المحور تحت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق الأرض. إذن كيف يحدث الإنتاج يا غزالة؟ ينمو الرشيم مستهلكا المدخرات الغذائية الموجودة في الأندوسبيرم، إذ يعطي الجزيرة الجزر، أما السويقة فتطاول فوق التربة معطية المحور تحت المحور تحت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق الأرض، أما العجز أو البريعم فينمو معطيا المحور فوق الفلقات الذي يحمل الأوراق. نعم أحسن. لاحظوا هنا في الصورة كيف هاي طبعا الغلاف الخارجي هون أشو الأندوسبيرم، هذا الرشيم بدأ يتطاول الرشيم. لاحظوا الجذير أعطى جذر، والسويقة السويقة بدأت تتطاول حتى ترفع شو هاي تشكل محور تحت الفلقات، بترفع الفلقات خارج الأرض خارج التربة، وهاي الفلقات في هون مثلا هذا النوع في 8 فلقات، لاحظوا هاي الفلقات، وفي راح يكون بالوسط هون العجز أو البريعم اللي راح يعطي شو رح يعطيك باقي فروع النبات التي تحمل الأوراق. قال ماذا يتشكل من خلايا الطبقة السفلى والتي تعلوها الناتجة عن انقسام البيضة الملقحة. في عنا طبقتين يتشكل منهن شيء. ما هو هذا الشيء الذي يتشكل من الطبقة السفلى والتي تعلوها الناتج من انقسام البيضة الملقحة؟ طبعا قلنا في قسم 4 انقسامات معطية 16 خلي، وهال 16 متطبقة في 4 طبقات. الطبقة السفلى والفوقها ايش بيعطيني؟ إيران؟ تتشكل 4 طلائع رشيمية من خلايا الطبقة السفلية فقط، في حين يتشكل من خلايا الطبقة التي تعلوها 4 معلقات دافعة طلائع الرشيميات في الاندوسبيرم. دافعة اذا طلائع الرشيميات في الاندوسبيرم، احسنت. اذا قلنا 4 طبقات، كل طبقة فيها 4 خلايا. الطبقة السفلى الأربع خلايا بتشكل منها طلائع رشيم، الطبقة اللي فوقها بتشكل منها شو معلقات بتطاول، يعني هالخلايا بتدفع الرشيمات أو طلائع الرشيمات بتدفع ضمن الأندوسبيرم. مما يتألف الرشيم النهائي، طبعا هدول الرشيمات الأربعة قلنا بتزول 3 وبيضل واحد فقط اللي بيتطور بتشكل رشيم. إذا مما يتألف الرشيم النهائي، مما يتألف الرشيم النهائي فاطمة؟ نعم استاذ، يتألف من جزير وسويقة وعجز وفلقات عددها من 6 إلى 12 حسب النوع وتزول باقي الرشيمات. مما تتألف الثمرة جودي؟ تتكون الثمرة من حور شفاء خبأ مفتوح متخشب تحمل في أعلاها بذرتين مجنحتين عاريتين، ومن ثم يمثل المخروط المؤنث الناضج المتفتح مجموعة من الثمار تتابع حراشفه، فتنطلق البذور المجنحة في الهواء ثم تستقر في التربة. أحسن. فسر الإنتاج عند بذور الصنوبر هوائي. الإنتاج إيش بيكون هوائي؟ لماذا يا خلود؟ ليش منقول عن الإنتاج عند بذور الصنوبر هوائي؟ لأن السويقة تتطاول فوق التربة معطية المحور تحت الفلقات الذي يرفع الفلقات فوق الأرض. كويس أحسن. طبعا درسنا راح نبدأ بحل الأسئلة. ضع كلمة صح في نهاية الجملة الصحيحة وكلمة خطأ في نهاية الجملة المغلوطة. هل الصنوبر نبات وحيد الجنس ثنائي المسكن؟ شو العبارة؟ صحيحة ولا خاطئة؟ خطأ أستاذ، أحاد المسكن. نعم هو إذن ثنائي الجنس أحادي المسكن. كويس.
يتمثل النبات العروسي المذكر بحبة الطلع الناضجي. صح. يسيطر في الصنوبر الجيل العروسي على البوغة بشكل كامل. خطأ. بالعكس، هي البوغة لازم، البوغة هو اللي بيسيطر على العروسي، مو هيك؟ تلاحظ المخاريط المذكرة في الصنوبر مجتمعة دوما. مخاريط المذكرة في الصنوبر مخاريط مذكرة كانت شو بشكل تجمعي، كانت صغيرة صغيرة لكنها شو عديدة متجمعة مع بعض البعض. إذن العبارة صحيحة. املأ الفراغات التالية. تتكون الثمرة الواحدة في الصنوبر من شو؟ أول شيء مكون حرشوفي، تماما ممتاز. تحمل الحرشوفي في أعلاها قدرتين مجنحتين. عاريتين، كويس أحسنتم. لذلك يمثل المخروط المؤنث الناضج المتفتح مجموعة من الثمار. تتباعد حراشفه فتنطلق البذور في الهواء، ثم تستقر في التربة. أحسنتم. الآن تنتقل حبات الطلع الناضج من الأكياس المتفتحة. طلعي. أكياس الطلعي المتفتحة. أكياس طلعي. الآن بدي أقول من أين أكياس؟ الأكياس طلعي المتفتحة والناضج للمعبر. أحسنتم. في المخروط المذكر بواسطة، إذا بدها تنتقل بواسطة مين؟ كيسين هواء. الرياح. أيوة. إذ تمكنها الأكياس الهوائية من الطيران إلى قوة البذيرات الفتية. تماما أحسنتم. الموجودة في أزهار المخروط المؤنث. الآن صحح كل من الجمل المغلوطة الآتي. هاي الجمل غلط، من نصححها؟ تتحول لحافة البذيرة في الصنوبر بعد الإلقاح إلى غلاف للثمرة. غلاف للثمرة، وين الخطأ؟ غلاف البذرة. تتحول إلى غلاف متخشب مجنح. غلاف لمين؟ للبذرة، مو هيك؟ إذا غلاف للبذرة. أحسنتم. إذا تتحول لحافة البذرة، لحافة البذيرة بدأت تصير شو؟ غلاف للبذرة. شو العلاقة الثمرة؟ الثمرة قلنا عبارة، كانت عبارة عن حرش وفيه خباء وعليه بذيرتين. وين الغلاف؟ أصلاً الثمرة مفتوحة بتكون. يحمل الخباء في قاعدته على وجهه السفلي كيسين طلعيين. لاحظ مين؟ الخباء في قاعدته على وجهه السفلي كيسين طلعيين يتحولان بعد الإلقاح إلى بذيرتين. شو هاي العبارة؟ على وجه العلوي. أستاذ على وجه العلوي. أش بدي أحمل؟ بذيرتين، مو هيك؟ عاريتين. إذن يحمل خباء في قاعدته، أحسنتم، على وجهه العلوي بذيرتان عاريتان يتحولان إلى بذرتين بعد الإلقاح. إذن بدي يتحول أول شيء الخباء أو المؤنث ويحمل البذيرتين، وين؟ على الوجه العلوي مو على السفلي. ممكن أنا أصحح العبارة بأنه مثلا نقول يحمل الحرشوفي مثلا المخروط المذكر على الوجه السفلي، لكن بدي هون بدي أغير العبارة كلها كاملة. فطالما أنه عاطيني عبارة بس مغيرة شو الكيسين الطلعيين، بحط مطرح هنا شو يحمل، بشيل الوجه السفلي بحط علوي، والكيسين الطلعيين بيحمل بذيرتان عاريتان، فبصير العبارة صحيحة. الطلع الفتي تحوي بداخلها خلية إعاشي وخلية توالدي. أستاذ حبة الطلع الناضجي. الطلع، نعم أحسنت، حبة الطلع الناضجي فيها شو؟ بس إسا فيه لها شيء ما نضيفه كمان. الخلية العاشية والخلية التوالدية. كويس، ممتاز. إذن خلية عاشية. خليتين مساعدتين. إيه، خليتين مساعدتين بالإضافة، ممتاز أحسنتي. إذن بالإضافة للخلية العاشية والخلية التوالدية بده يكون فيها إذن خليتين مساعدتين. إذن هون العبارة حتى تصير صحيحة، حبة الطلع الناضجي تحوي بداخلها خليتين مساعدتين، خلية عاشية وخلية توالدية. توجد المخاريط المؤنثة في الصنوبر بشكل ثنائي
في قواعد الفروع الفتي؟ توجد المخاريط المؤنثة في الصنع بشكل أحادي الفتية في قمم. أحسنت، في قمم الفروع الفتية، في قمم الفروع الفتية طبعا بتكون بشكل مفرد.